بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده بنتكلم عن موضوع ربما يخيل للبعض يعني ان هو سهل، ولكن احنا بنقول للي ما يعرفش بس، اللي عارف يا سيدي ربنا يزيدك معرفه وعلم من عنده، واللي مش عارفين نقول يعني اللي قدامنا دهوت حاجه بيسموها الملش، واظن بنسمع المصطلح ده كتير، مصطلح الملش او تغطيه التربه بالبلاستيك. تمام، الملش ده هو ده عبارة عن بلاستيك رفيع جدا، بيكون لونه في معظم الأوقات أو في الغالب يعني بيكون لونه أسود. تمام، مصنوع من البلاستيك، البلاستيك اللي هو بيبقى رفيع قد يكون 40 ميكرون أو 60 ميكرون، المهم يعني العرض بتاعه بيكون على حسب، بس الدارج برضو بيكون 120 سنتي. تمام، بتتغطى به المصاطب بتاعت بتتغطى به المصاطب اللي هي داخل البيوت المحمية بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه دهوت. في منه بيجي الاسطمبة واحدة بتاعته واحدة مخرم، وفي بيجي وإحنا بنفرده على المصطبة وبعد كده بنحط إيدينا لحد ما نشوف النقاط وبنخرم دايرة كده زي ما حضراتكم شايفين بمصورة. الصورة في الحقيقة جاية لي من أخ فاضل يعني مش عارف 67 دي مفتاح اليمن تقريبا أو حاجة زي كده، فحبيت نشاركها يعني مع حضراتكم. وبنقول على قصة الملش دي، الملش دي ناس كتير بتسأل يعني الملش ده هوت ايه، هو زي ما قلنا اللي هو البلاستيك ده. طيب فوائده ايه بقى؟ دي الاهم لينا. هو اول رخيص التمن خالص، وبيجي منه بلاستيك، وفي حديثا ابتدى بيجي حاجة كده زي ما تكون فايبر كده، مادة كده زي نعرف البتاع ده، حاجة زي الياف كده لونها اسود برضو بنفس القصة كده بيتباع، بس الدكة بيستخدم داون يوزد مرة واحدة استخدام، بس التاني بيستخدم كذا مرة تقريبا، بيتشال وتحط يعني. المهم الفوائد بتاعته ايه؟ اول فوائد الحاجة دهيت في الشتاء يا جماعة انه هو بيكون لونه اسود، فبالتالي بيمتص اشعة الشمس، فبالتالي بتلاقيه بيدفي الجذور، دي اول فايدة ليه. الفايدة التانية طبعا اللون بتاعه اسود، فبالتالي بيعمل تظليل تحت، وبالتالي الحشائش معدومة خالص الا بجوار المنطقة اللي هي جنب الـ النبات دي. تمام، دي بقى الحشائش رقم واحد. رقم اتنين بدف الجذور على سبيل انه بيمتص درجة الحرارة. رقم ثلاثة والاهم ان انت لو بتروي بتبقى المية على المصطبة كلها. تمام، على خط الري كله، فلما بتروي الملش ده هو ما بيسمحش الكمية كبيرة من المية بتتبخر، لان المية طبعا تحت ما بتتبخرش، تحت البلاستيك ما بتتبخرش، وبالتالي اولا بيحتفظ بالرطوبة او بفترة الري فترة كبيرة، ممكن تروي كل يومين او كل ثلاثة كمان لان ما فيش رطوبة بتطلع، دي رقم واحد. رقم اتنين ان هو بيحافظ لك على الرطوبة الجوية، لان لو ما فيش بلاستيك المية دي بتتبخر بتروح فين؟ في جو الصوبة، فبالتالي بيسبب لي امراض فطرية كتير. طب القصة دي، لا القصة دي بتمنع لي الرطوبة ان هي يتبخر منها كميات كبيرة. تمام، حاجة اهم غير كده كمان، لما بنرقد الطماطم وهي كبيرة مثلا وفيها ثمار ومش عايزينها تطلع فوق، لان الطماطم كلها بتطلع فوق، ما بنقدرش نسيطر على السقف بتاعتها في الاستطالة، والسلميات بتبقى طويلة، فبالتالي بنضطر ان احنا ننزل الطماطم زي ما قلنا قبل كده. طيب لما بننزل الطماطم وهي في الثمار، البلاستيك ده هو بيحمي الثمار. طب انت لو زرع كنتالوب، البلاستيك ده هو هيحمي لك برضو الثمرة بتاعت الكنتالوب، بدل ما بتشوف الثمار ملطعة لطعة كده منطقة اتصال الثمرة بالتربة، بتلاقي عاملة لطعة كده وبتفقد قيمة التسويقية، لا البلاستيك ده هو بحافظ لك على القصة دهية. تمام، ده كل المقصود من قصة الملش، بنتمنى ان احنا نكون استفدنا، ومش عايز بس التعليقات اللي احنا ما كلنا عارفينه، في انت عارفه وفي غيرك لسه مش عارفه. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا جزيلا للأخ اللي بعت لنا الصورة، شكرا لحضراتكم.